اليوم تسجيلنا إن شاء الله عن اختبارات الحساسية للمبيدات الحشرية والمقايسة الحيوية Insecticide Susceptibility and Biocidal Test. وزي ما قاعدين في بداية كل تسجيل أعرف بشخصي، أنا يوسف محمد يوسف، أخصائي صحة عامة حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة المالايا ماليزيا، وحاصل على بكالوريوس الصحة العامة وصحة البيئة من جامعة الخرطوم. عندي كثير من الخبرات في الإدارة ومكافحة آفات الصحة العامة والأمراض المعدية، مكافحة العدوى، وأيضا مهتم بجانب التحليل الإحصائي. اختبارات الحساسية للمبيدات الحشرية والمقايسة الحيوية تعتبر من المواضيع المهمة للعاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. محتويات التسجيل: مقدمة، لماذا تحديد مدى قابلية نواغل الملاريا للمبيدات الحشرية؟ تحضير اختبار الحساسية، طرق قياس حساسية البعوض البالغ، طريقة منظمة الصحة العالمية وطريقة CDC، نتحدث عنها بالتفصيل، وبعد ذلك نشوف خطوات الفحص ونصل إلى تفسير النتائج. أيضا نتحدث عن الفاعلية المتبقية من المبيدات الحشرية على الأسطح المرشوشة وخطوات فحص الجدران والناموسية المشبعة. تعتبر مقاومة البعوض الناغل للملاريا للمبيدات الحشرية التي تستخدم في مكافحتها مشكلة متنامية على مستوى العالم، وتهدد استدامة واستمرارية برامج المكافحة. طورت منظمة الصحة العالمية اختبارات تستخدم لتقدير قابلية البعوض للمبيدات الحشرية، وهنالك طرق لتقييم الفاعلية للمبيدات المتبقية على الأسطح وعلى الناموسيات. لماذا تحديد مدى قابلية نواغل الملاريا للمبيدات الحشرية؟ إحنا هنا نقول إذا كان الناغل عرضة للمبيد الحشري فإنه سيقتل عندما يتلامس أو يتعرض للجرعة الموصوفة أو الجرعة المحددة التي تستخدم في الرش أو التدخل، سواء كان رش داخل المنازل أو لناموسيات مشبعة أو لمبيدات يرغات. عندما تنخفض القابلية يصبح الناغل أكثر تحملا للمبيد إلى أن يصل إلى درجة يصبح مقاوم تماما، وهذا يؤدي إلى فشل برامج المكافحة أو التدخل. وهنا يتبادر سؤال: كيف تحدث مقاومة المبيدات الحشرية؟ والجواب يكون طبعا تحدث المقاومة نتيجة لطفرات جينية تحصل للبعوض أو لما يسمى بتفاعل الضغط الانتخابي، ويمكن أن يكون لأسباب أخرى. تحضير النواغل لاختبار القابلية: توجد طريقتين لاختيار البعوض. الطريقة الأولى طريقة جمع اليرغات وتربيتها في المختبر، ثم نأخذ العذراء بصورة يومية إلى قفص البعوض، ويتم أخذ البعوض البالغ ويغذى بمحلول 10% سكر ويترك لمدة 3 إلى 5 أيام، ثم يجرى عليه الاختبار. الطريقة الثانية نجمع بعوض متغذي وحبلى، وهنا نتكلم على الإناث، وأيضا يغذى بمحلول سكري 10% ليضع البيض. من البيض ينتج الجيل الأول من البعوض ويربى لمدة 3 إلى 5 أيام ويستخدم في الاختبار. بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير النواغل لاختبار القابلية، نشوف هنا كيف الطرق التي يتم بها قياس أو تقدير القابلية للبعوض البالغ. وتوجد طريقتين معياريتين: طريقة منظمة الصحة العالمية وطريقة CDC، CDC يستخدم في بعض الدول. والطريقتين بيقيسوا لنا انخفاض قابلية التعرض للمبيدات الحشرية. الطريقتين الاثنين بيقيسوا لنا انخفاض قابلية التعرض للمبيدات الحشرية. لتأكيد المقاومة يجرى تحاليل إضافية لتحديد الحساسية المنخفضة، ونركز هنا على طريقة منظمة الصحة العالمية. فحص أنبوب منظمة الصحة العالمية WHO Tube SE، وهنا بيتكون من أنبوبين. القطر للأنبوب يكون من 44 ملم وطول 125 ملم. يحتوي طرف الأنبوب على شاشة بها 16 فتحة،
وأنبوبة التعرض دائما بنميزه بنقطة حمراء، ويتم تغطيته من الداخل بورق ترشيح مشبع بالمبيد الحشري ويثبت بمشبك نحاس. الأنبوبة الآخر يميز سمام الهولدنج تيوب أو أنبوبة التثبيت، وهذا بيميزه بنقطة خضراء وبنثبت عليه من الداخل أوراق بيضاء عادية. يتم توصيل أنبوبة الإمساك بوحدة منزلقة بها فتحة القطر بتاعها 20 ملم، ويتم إدخال البعوض عن طريق أنبوبة الشفط. يتم ربط أنبوبة التعريض ذو النقطة الحمراء بالجانب الآخر للوحدة المنزلقة. يتم الفتح بين الأنبوبين، ويتم نقل البعوض بلطف إلى أنبوبة التعرض. يتم نقل البعوض مرة أخرى إلى أنبوبة الإمساك بعد التعرض في الوقت المناسب. خطوات الاختبار: أولا ربط أنبوبة الإمساك ونثبته بالوحدة المنزلقة. الخطوة الثانية ننقل من 15 إلى 25 بعوض للأنبوب ذو العلامة الخضراء، ونترك البعوض لمدة ساعة. الخطوة الثالثة نربط أنبوب التعريض بأنبوب الإمساك، ونفتح بين الأنبوبين وننقل البعوض إلى الأنبوب إلى أنبوب التعرض. الخطوة الرابعة نكفل الفتحة بين الأنبوبين ونجعل الأنبوب في وضع قائم لمدة ساعة، ونفس الإجراء يتم لأنبوب التحكم أو للأنبوب الآخر أنبوب المجموعة الضابطة. نسجل البعوض الميت كل 15 دقيقة. بعد فترة التعرض ننقل البعوض لأنبوب الإمساك ونجعله في وضع رأسي لمدة 24 ساعة. هنا نذكر لابد أن تكون درجة الحرارة والرطوبة تكون في الدرجة المثلى أو الدرجة المطلوبة. بالنسبة لدرجة الحرارة 25 درجة زائد أو ناقص درجتين ومئويتين، وبالنسبة للرطوبة 75% زائد أو ناقص 10%. الخطوة السادسة بعد 24 ساعة نحسب البعوض الميت في أنبوب التعرض وكذلك في أنبوب التحكم أو في أنبوب المجموعة الضابطة. نحسب البعوض الميت في كل 100 بعوضة تم اختبارها، ثم نحسب نسبة الإماتة. وهنا نسبة الإماتة نحسبها، نأخذ الإماتة في مجموعة الكنترول اللي دي بيساوي لين عدد البعوض الميت على عدد البعوض المختبر. نأخذ برضو أيضا نسبة الإماتة للبعوض اللي تعرض للمبيد، وهنا بيساوي لين عدد البعوض الميت على عدد البعوض الكلي اللي كان تم الاختبار في أنبوب التعرض. ملخص الاختبار نقول: إذا كانت نسبة الإماتة في المجموعة الضابطة أكثر من 20% فهنا احنا نستبعد التجربة، وإذا كانت نسبة الإماتة ما بين 5% إلى 20% فهنا نستخدم معادلة لتصحيح قيمة الإماتة في أنبوب التعرض وبسموها معادلة أبوت. والمعادلة هذه هو المعادلة التصحيحية بتقول نسبة الإماتة المصححة للبعوض المعرض بتساوي لنا نسبة التعرض ناقص النسبة الضابطة على الضابطة ناقص 100%. تفسير النتائج interpretation of the result، وهنا بنخلص إلى إذا كانت الإماتة ما بين 98% إلى 100% معناه نقول توجد قابلية، وإذا كان نسبة الإماتة بين 80% و97% فهذا مؤشر لوجود مقاومة للمبيد، وهنا نحتاج إننا نعيد التجربة واختيار حجم عينة أكبر لتأكيد مؤشر المقاومة. طيب إذا كان أقل من 80% نسبة الإماتة أقل من 80% فهذا مؤشر لوجود المقاومة، وهنا لابد من استخدام طريقة البي سي آر لتحديد السبب الحقيقي وراء المقاومة المكتشفة. فيما سبق تعرفنا على كيفية قياس القابلية أو الحساسية البعوض الناقل للملاريا للمبيدات. الآن نتناول الجزء الثاني من التقديم، وهو كيف نقيس الفعالية المتبقية من المبيدات الحشرية على الأسطح أو على الناموسيات. وهنا يتم تحديد الفعالية المتبقية بواسطة المقايسة الحيوية والبايو أسي،
ويتم إجراء الاختبار بعد أسابيع أو شهور وحساب نسبة الإماتة. ويستخدم دائما هنا يا جماعة الاختبار هذا لتقييم جودة الرش وتحديد فعالية المبيد المتبقي على الناموسيات. لإجراء الاختبار منظمة الصحة العالمية وفرت كيتس أو أعدت كيتس، وبتكون من مجموعة من الأدوات اللي فيها مخروط بلاستيكي ده بيثبت على الحائط، وفيها شفاط وفيها أكواب ورقية وفيها شبك وقطن وأقلام وصندوق خشبي وغيرها من الأدوات المستخدمة. خطوات إجراء اختبار الحائط أو الجدران، وهنا الخطوة الأولى بنقوم نثبت مخروط بلاستيكي بشريط لاصق. الخطوة الثانية التثبيت بيكون على ارتفاعات 3 ارتفاعات مختلفة. الخطوة الثالثة نثبت أوراق كرتون، ودي دائما بتكون خالية من المبيدات في الحائط، وبعد ذلك نثبت عليها الأقماع البلاستيكية، ودي نعتبرها مجموعة ضابطة أو مجموعة الكنترول. الخطوة الرابعة ندخل عدد 10 بعوضات من الأنوفليس، ودي لازم تكون حساسة تماما للمبيد، ندخلها في كل مخروط ونقفل المخروط بقطن. الخطوة اللي بعد إدخال 10 بعوضات بنقوم نحسب فترة التعرض، وهي بتكون 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة نخرج البعوض بحذر ونحطه في أكواب ورقية، وهنا نقوم نحسب البعوض الميت أو المسقوع في نهاية فترة التعرض. الخطوة السادسة نضع قطعة قطن مبللة على الجزء العلوي من الأكواب الورقية ونغطيها بمنشفة رطبة. الخطوة السابعة بعد 24 ساعة نحسب عدد البعوض الميت للمجموعتين المعرض المبيد والمجموعة الضابطة. الخطوة الثامنة إذا كانت نسبة الوفيات في المجموعة الضابطة بين 5% إلى 20%، فيجب تصحيح معدل الوفيات، ونحن كنا نستخدم صيغة أبوت وذكرناها سابقا. نتجاهل النتائج إذا كان معدل الوفيات أكبر من 20%، ونكرر التجربة على جدران مختلفة من نفس المنزل وعلى منازل مختلفة للحصول على عينة تمثل كل المنازل. فعالية المتبقية للمبيدات الحشرية على الناموسيات، الفكرة نفس فكرة طريقة الجدران أو الحائط، وفترة التعرض هنا بتكون 3 دقائق، وبندخل 5 بعوضات لكل مخروط، ونوضع عدد 3 مخروط، نضع مخروط في كل جانب من جانبي الناموسية، والمخروط الثالث نضعه أعلى الناموسية. يتم أيضا هذا الاختبار على ناموسية غير مشبعة، وهي دي بتكون مجموعة ضابطة. لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى هذه المطبوعات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والخاصة بـ CDC. الصحة العالمية عندها Test Procedure for Insecticide Resistant Monitoring in Malaria Vector Mosquitoes، والصحة العالمية عندها Guidelines for Evaluating Insecticide Resistant in Vectors Using the CDC Bottle Bioassay. بنكون كده قدمنا مادة في اختبارات الحساسية للمبيدات الحشرية والمقايسة، وإحنا نفتكر أن الموضوع ده في غاية الأهمية للإلمام والمعرفة به. وإلى أن نلتقي في تسجيل آخر من التسجيلات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.